السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بداية، الناس اللي بتشوفنا لأول مرة يا ريت يشتركوا بالقناة ويفعلوا زر الجرس علشان يوصلهم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. ومتابعينا الكرام الأفاضل يا ريت يضغطوا لايك ويشيروا الفيديو على صفحاتهم على فيسبوك وتويتر. سيد عبد الحفيظ بيعلن عن الموعد المقترح لمواجهة النادي الأهلي مع الهلال السعودي في مهرجان اعتزال طارق التايب نجم الليبي ولاعب نادي الهلال السعودي السابق. سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إنه عقد اجتماع مع السويسري ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي لمناقشة مشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال النجم الليبي طارق التايب بمواجهة فريق الهلال السعودي من المملكة العربية السعودية. وقال المدير الفني وافق على المشاركة في المباراة المشار إليها على الرغم من الضغط المتتالي للمباريات على الصعيدين المحلي والقاري في الفترة الأخيرة، لا سيما أن المباراة ستقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديرا للمبادرة الكريمة من جانب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة الذي سيرعى المهرجان وفي إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقائه من الأندية العربية ونجومها على مدى الأجيال، وفي مقدمتهم النجم الليبي طارق التايب. وقال سيد عبد الحفيظ أنه تم بحث الأمر من كل جوانبه مع فايلر، وأنه وفقا لارتباطات الفريق المحلية والإفريقية فإن الموعد المقترح لمباراة حتى الآن هو يوم 13 يناير المقبل، حال إذا ما تم حسم الأمر بخصوص السفر إلى زيمبابوي بطائرة خاصة لخوض مباراة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 11 يناير، بحيث تنقل الطائرة الخاصة بعثة الفريق من القاهرة إلى زيمبابوي ثم تطير عقب مباراة بلاتينيوم إلى المملكة العربية السعودية يوم 12 يناير لخوض مباراة الهلال السعودي يوم 13 من الشهر ذاته، على أن تعود بعثتها مباشرة على أن تعود البعثة بعدها مباشرة إلى القاهرة لأداء مباراة طنطا في الدوري المقرر لها يوم 15 يناير. يعني هيلعبوا 11 و13 و15. طبعا الفرق اللي هتلعب مباراة مهرجان التاهي هيجربوا عدد أكبر عدد من اللعيبة، يعني النتيجة مش مهمة في المباراة لأنها يعني مباراة تكريم لاعب يعني، فبالتالي مباراة مش يعني أتمنى إن ما تأثرش على مشوار الفريق وإجهاد اللاعبين يعني. لأن موعدها صعب ما بين 11 تلعب زيمبابوي هنا بلاتينيوم هناك وهترجع على طول وسفر وبتاع وهترجع تروح السعودية يوم وتلعب يوم 13 وبعدين ترجع مصر تلعب يوم 15. قال لك الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بيتواصل مع خبراء من ألمانيا لحسم جراحة سعد سمير. خلال الساعات الأخيرة تواصل جهاز الطبي النادي الأهلي مع خبراء من ألمانيا لاستقرار على الطبيب اللي هيقوم بإجراء جراحة وتر أكيلس لسعد سمير مدافع الفريق اللي تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم وزيمبابوي اللي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكشفت الأشعة التي أجراها لسعد سمير زي ما قلت لحضراتكم تعرضه لقطع وتر أكيلس ويستعد لإجراء جراحة فيما يحدد الطبيب الذي سيجرى له الجراحة فترة غيابه عن الملاعب. الطبيب هو اللي يحدد فترة غياب سعد سمير عن الملاعب، الطبيب اللي هيعمل له عملية. الجهاز الفني بيسعى الاستقرار على الخبير اللي هيقوم أو الجهاز الطبي بيسعى الاستقرار على الخبير اللي هيقوم بإجراء الجراحة لتحديد موعد السفر إلى ألمانيا. نتمنى الشفاء العاجل لسعد سمير وإنه يرجع بأسرع وقت وأفضل مما كان. تاني، بالنسبة لمباراة النادي الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، بشكل كبير استقر اللجنة الخماسية أو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية معينة من قبل الفيفا على موعد مبدئي لإقامة مباراة السوبر المحلي ما بين النادي الأهلي بطل الدوري ونادي الزمالك بطل الكأس، وده بالتنسيق مع لجنة المسابقات. وحدد الموعد اللي تم الاتفاق عليه يوم 23 من شهر فبراير، ولكن لم يتم الإعلان عن مكان المباراة أو المكان المحدد لخوض المباراة، ملعب المباراة والبلد اللي هتستضيف المباراة ما تحددش. كلنا عارفين إن الزمالك هيلعب يوم 14 من شهر فبراير في قطر في الدوحة مع الترجي في كأس السوبر،
هيرجع يلعب مباراة النادي الأهلي المؤجلة في الدوري من الأسبوع الرابع يوم 19 من شهر فبراير، وبعد كده هيلعب الأهلي والزمالك تاني يوم 23 من شهر فبراير في كأس السوبر المصري، يعني زي ما حددوا الميعاد لكن المكان لسه ما تحددش، وفي مفاضلة ما بين السعودية والإمارات، وهيتم الإعلان بعد التنسيق مع الشركة الراعية، وهيختاروا الفرقتين بمكان المباراة. كده يعتبر حددوا. محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أكد من قبل إن المباراة هتكون في شهر فبراير، ولكن لم يتم تحديد المكان، وكل ما نشر عن مكان المباراة سواء الناس قالوا في أبو ظبي، في هتلاعب في الإمارات، هتتلاعب في مش عارف فين، كل ده مجرد اجتهادات صحفية يعني لم ترقى إلى الحقيقة، ولسه الاتحاد نفسه أو اللجنة الخماسية نفسها ما تعرفش المباراة هتتلعب فين. برضه بخصوص اللجنة الخماسية، مرتضى منصور هاجم عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري هجوم حاد بسبب قرار إيقافهم من المباراة. المفروض هو اللي هيعاقبهم، يعني يعلمهم الأدب، يعني يعلقهم من رجليهم. مرتضى منصور نشر في الفيديو زي ما قلت لحضراتكم اللي هو بتاع الفضيحة الجزء الأول ده، قال لك ده لسه ده في ساعتين، يعني ممكن هينزل لك كل يوم مثلا ايه عشان الجماهير تتمتع، يعني نزل لك كل يوم يعني 30 دقيقه من الفضيحه، يعني على اربع اجزاء الفضيحه دي على اربع اجزاء، يعني ربنا ما يفضح اي حد يا رب العالمين، اللهم امين. وقال مرتضى منصور في فيديو نشر له على صفحته: اللجنه الخماسيه مؤقته وغير شرعيه، مدتها 6 شهور وسوف ترحل. يعني لما جريت لك ماتش الاهلي والزمالك كانت شرعيه، لما زبطت لك كل حاجة كانت شرعية، لما فضت معاك وتتكلم وتبعت وترسل في أزمة جينيريسيو كانت شرعية، لما تتخذ حاجة ضدك تبقى غير شرعية. يا أخي ده أنتوا حاجة غريبة، المفروض تقبل اللي ليك واللي عليك، لكن اللي ليك اه ده حلو عمرو الجنايني، لا مش عارف ايه عمرو الجنايني راح النادي الاهلي، يبقى عمرو الجنايني شال كفله، عمرو الجنايني لا هن زي الاهلاويه كارهين عمرو الجنايني ليه؟ هو يا اخوانا قال لك بقى، ولو في راجل في اتحاد الكوره مرتضى منصور، لو في راجل في اتحاد الكوره هنا اتحاد مرتضى منصور تاني، لو في راجل في اتحاد الكوره يمنعني من دخول المباريات، الدليل كنت حاضر اخر ماتش. مفيش راجل في اتحاد الكوره، يعني مفيش حد فيهم راجل، عشان كده محدش قدر يمنعني وانا كنت حضرت اخر ماتش اللي هو قال لك ان انا موقوف في ماتش الزمالك والانتاج الحربي. وقال رئيس الزمالك: تم منعي من المباراه بسبب الهجوم على لجنه التحكيم، لان الزمالك يتعرض للظلم ولن اترك حقه. الزمالك بيتعرض اهو، ده النغمه اللي الزمالك اللي واخد اكتر من 8 نقاط او على اقل تقدير 6 نقاط بسبب اخطاء تحكيميه ومجامله الحكام للزمالك، الزمالك هو اللي بقى بيتعرض للظلم. بصوا راجعوا مباراه المقاصه، ها وكان المقاصه دي صحيح كانهم بيعوضوا ازمه احمد سامي واللمس التاني بتاع جهاد جريشه دي، عوضوها المقاصه سواء في الكاس ضد المقاصة سواء في الكاس أمام الزمالك وبرضه في الدوري أمام الزمالك، يعني مش عارف يعني القصة بتاعت أحمد سامي مش هتخلص. يقول لك لا أصل أحمد سامي من 3 سنين وجهاد جريش، يا عم أنت واخد 6 ده لسه في أول الدوري، ما لعبتش أنت 9 ماتشات، أنت لعبت 9 ماتشات في الدوري واتجملت في 4 5. بالنسبة للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي أرسل خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم علشان نادي الزمالك يرد بسرعة على شكوى حمد النقاز لنادي الزمالك في الفيفا اللي طالب فيها فسخ عقده من طرف واحد. طبعا احنا عارفين حمد النقاز قدم شكوى للفيفا، والفيفا عشان تفصل في النزاع طلبت من الاتحاد المصري لكرة القدم ان الزمالك يرد بسرعة على الشكوى المقدمة من حمد النقاز ضد نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم اخطر طبعا نادي الزمالك وطالبوا بسرعة الرد على شكوى حمد النقاز لضمان حق النادي. ده بخصوص حمد، ويقول لك حمد النقاز اصل هو نادي الزمالك مرتضى منصور رافض عوده حمد النقاز، هو ده نادي الشرف وهو ده مش عارف ايه، اللي يخرج ما يرجعش، اللي مش عارف كان الراجل مش عايزك اساسا، الراجل هو اللي وانت اللي فسخت، الراجل اللي قال لك انا مش عايزك فسخت، ترجع تقول اصل انا مش عايزك، اصل الزمالك مش عايزه، هو اللي مشي يا بيه مش انت اللي مشيته، هو اللي مشي بيه، تقول لي اصل انا برضه ما برجعوش، هو قال لك ارجع، وقال لك رجعوه والنبي هموه هغرق لو رجعوه، يا عم انتوا بتتكلموا كلام كل عامل يكون واحد بيغني ويرد على نفسه. ده سريعا بخصوص الفيديو ده، مباراة طارق التايب لاعب الهلال السعودي السابق ولاعب المنتخب الليبي الشقيق، هتبقى تقريبا يوم 13 يناير. وبالنسبة لسعد سمير ان شاء الله ربنا يشفيه ويتم تحليل الطبيب المعالج ليه،
ونادي الزمالك وهجوم مرتضى منصور على الاتحاد المصري بسبب العقوبة ومطالبة الفيفا لنادي الزمالك بالرد على شكوى حمدي النقاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.